عم وعد ونفذته يا عم. بص بقى المشروع ايه ده؟ جايب لي مشروع في الكيس ده؟ بص دولة، دي مراية محنطة بتاعت لويزا الطيبة اللي كانت في فيلم ناصر الدين الأيوبي. ناصر الدين الأيوبي؟ يا ابني اسمه ناصر صلاح الدين الأيوبي من أليوب هو. ايوه هو ده دولة. ايه رأيك بقى نشوف لها طريقة؟ طريقة ايه ونشوف لها ايه؟ انت قصدك يعني ان دي قطعة اثار اصلية؟ يا دولة الاصل بيبقى غالي. ده مصري. مصري يعني اصلي؟ يخرب بيتك، انت عايز تضر مصلحة البلد. يلا مش هضر مصلحة البلد، احنا مش هنبيعها لحد من جوه البلد، هنبيعها للاجانب بس. بس يلا يا اخي، جايبها منين دي؟ يا دولة انت بس يلا ايه؟ انت مش قلت لي ان انا عايز مشروع وعلشان الفلوس هنا مش مقضية بيت الطالبات؟ ايوه بس ده مش مشروع، ده مش غير مشروع، يعني ده غلط. غلط ايه بس يا دولة؟ فهمني بقى، المراية المحنطة دي بتاعت الست اللي كانت ماتت من زمان قوي، يجي من 50 سنة. 50 سنة؟ ايوه، ولم يستدل على الورثة بعد. ايوه وانت جبتها من بنت خالتها يعني ولا ايه؟ يا عادل، من واحد صاحبي عزيز عليا قوي ونعرف بعض من زمان وبنتعامل مع بعض ايه كأننا اصحاب بالظبط، اسمه سيد فرعون، بيشتغل في الاثار المهربة. ايه رأيك يا دولة نجيبه هنا؟ تجيبه هنا فين؟ يخرب بيتك، انت عايز توديني في داهيه؟ لا يا عم، انا هخلي مسؤوليتي وابلغ فيك انتوا الاثنين. لا تبلغ ايه ايدك يا عادل اللي قطعها لك. بقول لك ايه، اسمعني كويس، احنا طبيعه عملنا الجديده دي لازم تتحط بالكتميه العامه والسريه التاني. طب يعني اعمل ايه انا في القطعه اللي انت مهربها لنا دي؟ عادل كل شويه اطلعك من مصايب. اسمعني كويس يا عادل، انت لو مش عايز هو يجينا هنا احنا ممكن نروح له هناك. نروح له هناك؟ والله ده ممكن يبقى حل. اه كده يبقى اتحلت. ايوه جاي، رص على شيشه نظيفه. يا رمزي مالك يا ابني؟ ما تقوليش يا رمزي، انت مش شايفني متخفي عادل؟ انت كده متخفي؟ ايوه يا عم. امال لو بتعلن عن نفسك تعمل ايه يا ابني؟ ما كده اي حد يعرفك. لا ما حدش هيعرفنا. بص مش ده يا عم متولي؟ اصبر. السلام عليكم. هو ما ردش يعني ما عرفنيش يا ابني؟ ده ما ردش عشان عرفك يا ابني. خش يا رمزي. فرعون فرعون، السلام عليكم. ازيك يا فرعون؟ اهلا عادل ابن عمي. عن اذنكم بقى انا داخل الحمام علشان متوتر بس. طب وداخل الحمام لابس لبس التنكر وانت داخل الحمام؟ محدش هيعرفك جوه. صح معلش يا دولة. صح. اهلا وسهلا. وحضرتك بقى يعني اسمك فرعون ده يعني اسم الشهرة ولا اسم العيلة مثلا؟ يعني ايه سيد كذا 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 فرعون مثلا؟ استاذ عادل، بيتهيألي انت مستغرب ازاي اديك قطعة اثرية متميزة زي دي من غير سابق معرفة. ايوه صحيح، حضرتك ما تعرفنيش، تأمن لي ازاي؟ لا هو في سابق معرفة، اخويا وحبيبي الاستاذ رمزي. والعلم حضرتك الصداقة ما تتقدرش ولا بملايين الدولارات. طبعا يعني، وبعدين لعلم حضرتك انت برضو رمز ده ابن عمي وصاحبي، وبعدين مش ابن عم عادي يعني، ابوه يبقى اخو ابويا من اخ واحد يعني. استاذ عادل من الاخر، الاستاذ رمزي فدا مليون قطعة اثرية ايا كانت قيمتها او تخص مين. والله زي ما بقول لحضرتك يعني رمز ده حبيبي، ده احنا متربيين تربيه يعني مع بعض، وعارف هو لو مش في الحمام كان يقول لك يعني قد ايه احنا اخوات يعني. طيب استاذ عادل، خد بقى الحته الاصليه دي. دي الاصليه؟ طب يعني امال حضرتك يعني التانيه دي ايه؟ ازاي دي الاصليه؟ ده انا كنت بختبرك ونجحت في الاختبار. السلام عليكم. ياه انا الحته دي حطيتها في عينيا فرعون من ساعه ما اديتهاني الصبح. معلش يا استاذ فرعون، يعني حضرتك لو قلت لك ان مش هقدر اشتغل معاكم في المسلكه دي خالص يعني. انا احترم صراحتك، بس احب الفت نظرك ان لولا وجود الاستاذ رمزي ما كانش بقى لك انت وجود هنا قدامي دلوقتي في القهوه دي. ما كانش بقى لي وجود؟ طب الحمد لله يعني ان رمزي ايه ده، بقول لك يعني احنا اخوات يعني حضرتك اكتر كمان. طيب استاذن انا. ايه يا عادل تستاذن ايه؟ مش لما تسمع من فرعون للاخر ولا ايه يا فرعون؟ تشكر يا استاذ رمزي. ده تلميذك ده انت البرنس ده. دي وضاعه، قمه الوضاعه من حضرتك. يا نهار اسوح، يعني ربنا يديم المعروف، واضح ان في وضاعه بينكم انتوا الاثنين يعني صراحه. استاذ عادل، لو قدرت تسلك الحته دي يبقى اتفتحت لك طاقه القدر، لو ما قدرتش ما يهمكش،
انا عندي كل ما يخص الفراعنه من اول ما ابتدوا من 4000 سنه لحد فانيله العميد حسام حسن اللي لعب بيها في كاس العالم. فانيله العميد حسام حسن؟ طب فانيله ابراهيم اخوما ولا ما جبتلوش فانيله؟ ما هو يزعل يعني. ماشي هستأذن بقى. انت تستأذن ايه يا عادل؟ اسمع بس استاذ رمزي. أمر يا فرعون. مين اخر واحد قال لي لا؟ السيد اندلع الله يرحمه. اللي قبله الشلبي شقلبه الله يرحمه. لا اللي قبل اللي قبله متهيألي متولي دنجله الله يرحمه. لا ده احنا قطعنا له ايديه ورجليه بس. ده قبل ما يموت بيومين. الله يرحمه برضو من غير ايدين ورجلين يعني. كنت عايز تقول حاجه يا استاذ عادل؟ كنت بقول يعني فين الحته اللي انتوا عايزين تسلكوها دي؟ ايه يعني حته مرايه مش هنعرف نسلكها؟ حضرتك لو عايزنا اسلك لك الهرم هسلكه لك طوبه طوبه بالمسلات اللي حوالين ان شاء الله. طب نقرا الفاتحه بقى. مساء الخير. ايه اللي انت مخبيه ورا ظهرك ده يا عادل؟ ايه؟ ولا حاجه. سيبيه يا سناء بالهنا والشفاء يا عادل. لا يا ماما ده حضرتك ده مش اكل يعني. وفيها ايه يا حبيبي لما تجيب اكل ليك انت ومراتك زي ما انت عايز. ماشي يا ماما. احنا مش هنفرق معاك. يا ماما والله العظيم ده ما هو اكل يا ماما. وفيها ايه يا حبيبي لما يبقى اكل هتدخل على مراتك بايدك فاضيه؟ ادخل يا حبيبي ادخل كل وانبسط واشبع. ماشي يا ماما. واحنا هنا نموت من الجوع. يا ماما وحياه ربنا ما هو اكل يا ماما. تحلف ليه بس يا عادل؟ ادخل يا حبيبي ده انت المفروض تجيب لها المحمر والمشمر. ادخل ادخل. يعني ادخل يا ماما؟ ادخل يا حبيبي. شكرا. واحنا هنا ناولع بجاز بسط. ماما والله العظيم والنعمه ما هو اكل. اديها حته وهي تسكت. اديها حته من ايه اذا كان ده اصلا مش اكل؟ والله ما هو اكل. بتحلف ليه وتعب نفسك؟ ورينا اللي في ايدك وخلص الموضوع. ووريك اللي في ايدي ليه؟ انا ما اقول ان هو مش اكل يبقى مش اكل. يعني نقول تور تقول احلبوه؟ ما تاكل يا حبيبي انت حد منعك؟ خش كل انت وماتك. كل كل ادخل كل كل اهو اهو اتفضلوا. ده اكل ده؟ ده اكل؟ شكله كان اكل واكلته في الطريق وخلصت عليها بما تيجي. ماشي خلصته في الطريق. بدل ما انتوا قاعدين بقى زي قطعين الطرق كده لأي حد داخل وخارج، في ورك فرخة موجود في التلاجة وموكلوه. أنا قلقان بجد على ياسمين بنتي منكم. ماما صحيح في ورك في التلاجة؟ هو فعلا كان في ورك في التلاجة بس أنا أكلته.